حضر سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2023-2027 والتي أقرها مجلس الوزراء. وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أن تدشين الاستراتيجية يعكس التزام الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز رعاية الطفولة وتحقيق التنمية الشاملة لهذه الفئة الهامة من المجتمع وتمكينها من النمو والتطور الصحيح وفقا لحقوقها الأساسية، مشيرا سعادته إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في تعزيز حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرات وصياغة التشريعات الداعمة لذلك، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة تعتبر أحد أهم المبادرات من أجل تعزيز مكانة الأطفال وحفظ حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية وتحقيق الرعاية الفضلى لهم. كما أكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير الإطار التشريعي والبيئة المناسبة من سياسات وتشريعات وبرامج وخدمات من خلال 4 مرتكزات تمثل حقوق الطفل الأساسية وتساهم في تنفيذها 8 محاور. هذا وتضمن حفل التدشين معرضا مصاحبا بشعار اليوم العالمي للطفل لكل طفل كل حق، اشتمل على عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية. الاستراتيجية هي أحد أهم المبادرات اللي اتخذتها الدول المهتمة بشؤون الطفل من أجل تعزيز مكاناتها وحفظ حقوقها الصحية والتعليمية والاجتماعية ولتحقيق الرعاية الفضلة للأطفال، ذلك من خلال 4 مرتكزات تمثل حقوق الطفل الأساسية وتساهم في تنفيذ 8 محاور لتنمية وحماية ورفاه الطفل. يشرفني ويسعدني أن احنا نكون اليوم مشاركين مع بقية الزملاء والزميلات من أعضاء اللجنة الوطنية للطفولة في إحياء هذا اليوم اللي هو يوم الطفل العالمي، وطبعا نستغل هذه الفرصة أن احنا نبارك حق مملكتنا تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة. هاي الاستراتيجية تعتبر إطار عمل متكامل ورؤية شاملة حق اللي هو تنمية الطفولة وكل ما اللي هو يؤكد حقوق الطفل. تأتي مشاركة الإدارة العامة للمرور في اليوم العالمي للطفل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال بيان للطفل أهم وأبرز الإرشادات التوعية المرورية للطفل، وذلك لخلق جيل واعي بالأنظمة القواعد المرورية منذ الصغر. أنا شرطي المرور استانست، أنا شرطي لازم مطق.